وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله الله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق، وصار يدعو الناس إلى دين الله ويدعوهم إلى عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له، تضرر من ذلك المشركون، وضاق عليهم الخناق، وكثر أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها دعوة الحق التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرضاها. وكان المشركون في بداية الدعوة يظنون أن هذه الدعوة ستأخذ سنين أو أياما أو شهورا، ثم ما تلبث أن تخمد وتخبد. ولكن لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصبر على دعوة الناس، وأن الناس صاروا يدخلون في دين الله أفواجا، وصارت القبائل تسمع دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاروا يسمعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبين لهم حق الله، ويبين لهم أن ما يعبدون من الآلهة ومن الأوثان التي اتخذوها مع الله أنها لا تنفع شيئا، وأنها لا تملك شيئا مع الله. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فقالوا أن هذه الدعوة ستنتهي سريعا، ولم يعيروها كثير اهتمام. فلما فشت دعوة الإسلام وصار الناس يدخلون في دين الله ويزدادون يوما بعد يوم، بدأوا يكيدون لهذا الدين، فأرادوا أذية النبي صلى الله عليه وسلم، فحماه الله سبحانه وتعالى بعمه وبأهله وعشيرته، ثم ضيقوا الخناق على بني هاشم، ثم صاروا يحذرون من النبي صلى الله عليه وسلم في المواسم وفي المجامع وفي الأسواق. ومع ذلك تزداد هذه الدعوة المباركة دين الإسلام يوما بعد يوم. فلما اشتد الأمر عليهم وكثر الأمر عليهم، اجتمعوا في دار الندوة يتراءون ما يفعلون بالمؤمنين، وماذا يفعلون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء في كتب السير والتفاسير أنهم تراءوا فقالوا: أخرجوه من مكة حتى ترتاحوا منه. وجاءهم إبليس في صورة شيخ النجدي، قال: ما ذاك بالرأي؟ فإذا خرج يوشك أن يجتمع عليه الناس، ألا تروا أو ألم تروا إلى حلاوة كلامه وطلاوته؟ ما ذاك بالرأي؟ وأشار بعضهم إلى أن يحبس وأن يوثق، وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي ليوثقوك وليربطوك وليحبسوك. حتى جاء ذاك الرأي اللعين من فرعون الأمة أبي جهل، أشار أن يجتمع من كل قبيلة رجل شاب، وأن يعطى سيفا فيقتلون النبي صلى الله عليه وسلم في ضربة واحدة، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ثم يتفرق دم النبي صلى الله عليه وسلم بين القبائل،
فلا طاقة بعد ذلك لبني هاشم أن يقاتلوا جميع العرب، ولكن الله سبحانه وتعالى متم نوره، فأوحى الله سبحانه وتعالى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأذن له في الهجرة، وقد هاجر أصحابه إلى الحبشة، وأذن لهم أن يهاجروا، ومن بقي في المدينة أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت دار هجرتكم أرضاً بين لابتين وهي يثرب أو المدينة، فصار الصحابة يهاجرون إليها، وأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يهاجر في من هاجر مع المؤمنين، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتريث، فقال له أبو بكر: يا رسول الله الصحبة؟ قال: نعم. فلبث أبو بكر يجهز راحلتين، وطفق يعلفهما من ورق السمر شهرين حتى عادتا أسمن ما كانتا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عند الظهيرة في وقت ما كان يدخل فيه على أبي بكر وآله، فقيل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءك في وقت لم يكن يدخل فيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج من عندك. قال: هم أهلك يا رسول الله. فقال: الهجرة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بالذهاب إلى جبل ثور من الطريق المعاكس للمدينة، وواعد رجلا من كفار الطائف أو غيرها، وكان حليفا لبني العاص يقال له عبد الله بن أريقط أو أرقد، فأخذ الراحلتين وواعداه بعد 3 ليال، فمكث في الغار 3 أيام، وكان يأتيهما عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين بأخبار أهل مكة، ويرجع في السحر كأنه بات في مكة، وكان شابا ثقفا. ويأتي عامر بن فهيرة غلام أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين بالغنم، فيمشي بها في مكان أقدامهما حتى يعمي على أهل قريش، وقد جعلوا لمن وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبا بكر جعلوا له دية كل واحد منهما، أي 100 من الإبل. قال: ويأتيهما بلبن الغنم فيشربان. وجهزت أسماء رضي الله عنها السفرة، طعام السفر، لأبي بكر ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما لم تجد شيئا تربط به هذا الطعام شقت نطاقها، وسميت من ذلك بذات النطاقين رضي الله تبارك وتعالى عنها. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الساحل بما يقارب 13 ليلة حتى وصل المدينة، والصحابة رضي الله عنهم من الأنصار وممن هاجر من المؤمنين من مكة وغيرها ينتظرون قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى خرجوا يوما فرجعوا، وكانوا يخرجون أياما عديدة، فاطلع رجل من اليهود على أكمة فرأى راكبين من بعيد، فقال: هذا جدكم يا أهلي العرب، أيها العرب. فخرج الصحابة رضي الله عنهم يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده في بيته، وأكرم به من ضيف، وأكرم به من نازل، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف، ومكث فيهم أياما، فبنى وأسس المسجد الذي جاء في سورة التوبة أنه أسس على التقوى. ثم انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بناقته حتى نزلت بمكان المسجد النبوي اليوم،
فخط رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، وكان هذا المكان لغلامين من الأنصار، فساومهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيهما ثمن هذه الأرض، فتنازلا عنها رضي الله عنهم أجمعين. ثم طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني المسجد ومعه المهاجرون والأنصار، حتى بنوا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا تعدل ألفاً أو تساوي ألفاً من الصلاة في غيره إلا المسجد الحرام، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تسابق الصحابة رضي الله عنهم في خدمة المسجد وفي خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى اكتمل هذا البناء العظيم الذي انطلقت منه جيوش الإسلام، والذي فتحت به الدنيا من هذا المكان المبارك، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العظيم الجليل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعالى عن الشبيه والمثيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم تكون فيه السماء كالكثيب المهيل. وبعد، عباد الله، فإن الهجرة النبوية ليست عيدًا يحتفل به الناس، وليست موسماً لسماع هذه القصة ثم المرور عليها مرور الكرام. فمن فوائد الهجرة النبوية: أولاً، لماذا أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا من أعظم الأسئلة التي يجب على المؤمن أن يسأل نفسه فيها ويعتبر بها في هذه القصة العظيمة. أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، لأنهم دعاهم إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة، لأنه جاءهم بما جاء به الأنبياء والمرسلون من قبله عليه الصلاة والسلام، وهم مقيمون على معظميهم من صرف العبادة لهم كالدعاء وكالنذر وكغيره، هم يعبدون غير الله سبحانه وتعالى ويكرهون هذه الدعوة، دعوة التوحيد التي من أجلها بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك حاولوا أن يخرجوا رسول الله. ولذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء، قال الله سبحانه وتعالى: وإن كادوا ليستفزونك عن الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تبديلا. يريدون أن يستفزوا رسول الله لأنهم دعاهم إلى عبادة الله، وماذا عليهم لو آمنوا بالله وصرفوا عباداتهم لله وتركوا ما يعبدون من دون الله؟ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ولذلك دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم
فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، وغيرها من الآيات. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسالة، وبين لهم دين الله، ووضحه لهم أتم الإيضاح وأكمل البيان وأحسن الأسلوب، فجزى الله رسولنا ونبينا صلى الله عليه وسلم خير ما جزى نبيا عن أمته، بما جاهد وبما بين وبما صبر وبما عالج من أمر هؤلاء الناس الذين لا يتقون الله. قال لهم الله تبارك وتعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، أي هذا من آيات الله. ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، أي هذا من الآيات. قال لهم الله سبحانه وتعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. قال الله سبحانه وتعالى في بيان هذا الحق العظيم، قال لهم الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق قالوا الحق وهو العلي الكبير. بيّن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرص على هدايتهم وضرب لهم الأمثال: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال لهم كما أمره الله: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. حتى قال الله سبحانه وتعالى في شأن حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على هداية الناس: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي لعلك مهلك نفسك بالشفقة عليهم وهم ينأون ويبعدون عن الحق وعن الصراط المستقيم وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ألف لام ميم صاد: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وهذا الدرس عباد الله يجب أن تعيه أمتنا الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، أن أعظم ما نصر الله تبارك وتعالى به هذه الدعوة الإيمان بالله والتعلق به سبحانه وتعالى، وأن نصرف جميع العبادة لله وأن نعلق جميع أمورنا بالله
لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ملك ولا صالح ولا قبر ولا ضريح، كل هذا من الوثنية ومن الشرك بالله. قال الله سبحانه وتعالى في آية الأنفال الآية التي قبلها، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال ابن كثير رحمه الله، قال المفسرون: فرقانا أي مخرجا، وفرقانا أي نصرا، وفرقانا أي تمييزا بين الحق والباطل. فإذا اتقت الأمة ربها ووحدت خالقها وصرفت عباداتها لله تبارك وتعالى، رفع الله ذكرها وأعلى الله مقامها وقمع الله أعداءها وأكثر الله بركتها ويسر لها من الخيرات ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. من دروس الهجرة العمل بالأسباب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتواكل وإنما اتخذ الراحلة واتخذ القائد الذي يعرف الطريق وعما آثاره والذي يأتيه بما يتغذى به عليه الصلاة والسلام. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسباب، وقبل هجرته إلى المدينة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير، واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم من العلاقات ومن المعرفة بينه وبين الأنصار ما هيأ له دار الهجرة والانتقال. أيضا من فوائد الهجرة حسن ومقام أبي بكر الصديق خليفة النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر يهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، وابنته تجهز الطعام والمواعيد، وخادمه يرعى الغنم ويأتيهما باللبن، وابنه يأتيهما بالأخبار، وأبو بكر يتخذ معرفته بأن يستأجر الرجل الأمين عبد الله بن أريقط حتى يدله على طريق البحر. انظر إلى فداء هذا الرجل العظيم أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وموضوع الهجرة طويل والفوائد فيه كثيرة. من أهم الفوائد جواز الاستعانة بالمشركين فيما ينفع الأمة إذا رأى الإمام ذلك، لأن هذا من الأسباب التي اتخذها التكفيريون في العالم الإسلامي وضللوا بها عقول الشباب، أنه لا يجوز الاستعانة بالمشركين مطلقا، ولا يفهمون الدين كما فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الرجل حسن الرأي في النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام، فاتخذه النبي صلى الله عليه وسلم خريتا وعارفا بالطريق، حتى كان من الأسباب التي نجا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين. فإذا رأى إمام المسلمين ذلك، وهذا من الأمور السلطانية، فلا ينبغي لهؤلاء الجهال، هؤلاء المتنطعون الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب النار، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقولون من قول خير البرية، ويخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. لا ينبغي على الناس أن يتعدوا على حق السلطان وأن يفتئتوا عليه وأن يثيروا المسلمين عليه حتى لا يخرج العالم الإسلامي إلى ما يخرج إليه الآن. الكفار يحرش المسلمين حتى يخرجوا على سلاطينهم، وحتى يحصل الفتن والقلاقل بين المسلمين، وتخرب الديار، وتسفك الدماء، وتنتهب الأموال، وتصير البلد فوضى، وديار الكفار عامرة، وبيوتهم تعيش في الأمن والإطمئنان، وديار المسلمين في التشريد والإغاثات وإلى
غير ذلك من المشاكل التي تحدث نتيجة فعل هؤلاء السفهاء من الخوارج، عليهم من الله ما يستحقون بجميع أسمائهم وشتى طوائفهم، لأن ليس هذا من حقوقهم. كذلك من فوائد الهجرة النبوية تعظيم الناس لرسولهم عليه الصلاة والسلام، فإن أبا بكر رضي الله عنه في الهجرة تارة يمشي عن يمين رسول الله، وتارة عن شماله، وتارة خلفه، وتارة أمامه، يدخل قبله إذا أحس أن هناك خطرا، ويفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى من الشمس، وإذا أراد أن يحلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم نظف ما يحلب فيه، وسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يسقي هو نفسه رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك يجب على الناس أن يعظموا رسول الله وأن يحبوه المحبة الحقيقية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ونفسه والناس أجمعين. ولا يجب أن تكون هذه المحبة مجرد شعارات ومجرد قصائد يعصى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في هذه القصة بعض المغالطات، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بالدفوف. أمر الهجرة الذي كان كما يقال مفصلا في أمر الدعوة الإسلامية وفي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقابل بالاستهزاء وبالدفوف. ولذا قال العلماء كما قال العراقي الإمام العراقي رحمه الله من أئمة الحديث في كتابه تخريج الإحياء، قال: وهذه القصة معضلة من قسم الحديث الضعيف، ومما يدل على ضعفها وعلى عدم ثبوتها أنه جاء فيها من ثنيات الوداع. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم جاء من الجهة الجنوبية من المدينة، وثنيات الوداع شمالية، مما يدلك على هذه المغالطة. كذلك من الفوائد العظيمة التي نستفيدها من هذه الهجرة التراحم والتلاحم بين المسلمين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما بنى المسجد آخى بين المهاجرين والأنصار، فعلينا عباد الله أن ننزع ما بيننا من التشاحن وما بيننا من التباغض، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم فوق بيض بعض ولكن كونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فصلى الله وسلم وبارك وأنعم على رسولنا صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وقلب مسرور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم ابسط علينا الأمن، اللهم ابسط علينا الأمن يا أرحم الراحمين، اللهم ابسط الأمن في ديارنا وديار المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اعصم دماء المسلمين، اللهم اعصم دماء المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اغفر لجمعنا أجمعين، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم اغفر ذنوبنا يا أرحم الراحمين، اللهم تب علينا أجمعين، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.